بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. أنا نور ودي قناتي، وأتمنى لو عجبتكم وصفتي النهاردة متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي. وصفتي النهاردة هتكون وصفة سحرية للتخلص من أي آلام أثناء إزالة الشعر الزايد. الوصفة دي هتكون هايلة جدا وملهاش أي آثار جانبية. الوصفة دي هي عبارة عن كريم البريدوكاين. كريم البريدوكاين ده يعتبر أقوى كريم تخدير موضعي لإزالة الشعر. الكريم ده هايل جدا وملوش أي آثار جانبية، ونتائجه هايلة جدا وفعالة في إزالة الشعر بدون ألم. أول حاجة بقى هنبتدي نتكلم عن مميزات الكريم ده. أهم ميزة في الكريم ده إن هو بدون أي آثار جانبية، فهو آمن جدا للاستخدام على البشرة بدون أي أضرار. هو آمن جدا في الاستخدام ما عدا للحمل، بس بيستخدم في الشهر التاسع بس، لكن قبل كده في الفترة الأولى ما بنصحش خالص باستخدامه. كمان من أهم مميزات الكريم ده إن هو ما بيعملش أي احمرار أو اسمرار أو أي التهابات للبشرة. وكمان الكريم ده سعره رخيص جدا ب13.5 جنيه، يعني مش غالي خالص. رغم من ان هو مش غالي التمن خالص، لكن هو فعال وليه نتائج فعالة اكتر من كريمات بتكون غالية جدا. هنيجي بقى دلوقتي لطريقة استخدام كريم البريدوكاين بطريقة صحيحة. في ناس كتير استخدمت كريم البريدوكاين وقالت ما بيديش نتائج فعالة، ده لانهم استخدموه بطريقة خاطئة. انا هقولك بقى دلوقتي على طريقة استخدامه بطريقة صحيحة علشان يكون فعال معاكي ويديكي النتيجة المطلوبة. اول خطوه بقى مهمه لازم تعمليها قبل استخدام الكريم، لو الشعر الزايد في المنطقه اللي انت هتشيلي منها الشعر ده يكون طويل، لازم تقصي الشعر ده وتقصري طوله على قد ما تقدري. دي خطوه مهمه جدا. تاني خطوه بقى لازم تعمليها ان انت لازم تعملي تقشير للمنطقه اللي انت هتزيلي منها الشعر الزايد ده. التقشير بيكون عباره عن معلقه من البن ومعلقه من السكر ومعلقه صغيره من زيت الزيتون، بتخلطيهم مع بعض وبتفركي بيهم المنطقه دي، وبعد كده بتشطفيها. التقشير ده مهم جدا علشان يخلصك من الخلايا الجلد الميت. بعد بقى ما قصرت طول الشعر وعملت تقشير للمنطقه، هنبتدي بقى دلوقتي ندهن كريم البريدوكاين على المنطقه اللي انت حابه تزيلي منها الشعر. بتدهنيه على المنطقه كلها وتدلكيه كده على المنطقه، وبعد كده بتغطيه بكيس بلاستيك وتسيبيه لمده ساعه. لازم تسيبيه لمده ساعه مش اقل من كده علشان يديك النتيجه المطلوبه وتكون نتيجته فعاله. بعد بقى ما سبت الكريم على البشره لمده ساعه، هتبتدي بقى تزيلي الشعر، هتلاقي نتيجته فعاله جدا ومش هتحس باي الم خالص. ولو حسيتي هتكون نسبه الالم ضئيله جدا، ده اذا حسيتي بيها، يعني هتكون نتيجته فعاله جدا. بعد بقى ما هتخلصي ازاله الشعر الزايد، هتغسلي المنطقه دي بالميه البارده، وبعد كده هترطبيها باي كريم مرطب يكون موجود عندك. وزي ما قلت الكريم ده مبيسببش اي التهابات او احمرار في البشره، بس لو لاي سبب حصل اي التهاب او احمرار في البشره، هتجيبي معلقه من نشا الذره ومعلقه من ماء الورد وتخلطيهم مع بعض لغايه ما يبقى زي الكريم، وبعد كده هتدهنيهم على المنطقه الملتهبه او اللي فيها احمرار وتسيبيهم لغايه ما ينشف خالص، وبعد كده هتشطفيه بالميه البارده. الماسك ده بيكون هايل جدا وفعال في ازاله اي احمرار او التهاب للبشره. الماسك ده تقدري تستخدميه في اي وقت يكون بشرتك فيها اي التهاب او احمرار، او بعد ازاله الشعر، او بعد اي وصفه تكون سببت لك اي التهاب او احمرار في البشره. الوصفه دي سحريه وفعاله جدا. كده هكون قلت لك كل مميزات كريم البريدوكاين، وكمان قلت لك على طريقه استخدامه الصحيحه. لو استخدمتيه بالطريقه الصحيحه دي هيكون فعال جدا وهيديكي نتائج هايله. هتكون وصفتك المفضله ومش هتستغني عنها ابدا، هتسهل عليكي جدا ازاله الشعر. كمان انت بتلاقي على الكريم علامة بصيلة الشعر دي، ده دليل على انه هو امن جدا في الاستخدام على البشرة. الكريم ده طبعا تقدر تستخدميه على اي منطقة في الجسم قبل ازالة الشعر، وخصوصا الاماكن الحساسة هيكون فعال جدا ونتائجه هايلة. بس لازم تتبعي كل الخطوات. في الاول تقصري الشعر لو طويل، وبعدين تعملي تقشير للمنطقة دي، وبعد كده بتسيبي الكريم لمدة ساعة. لازم تسيبيه لمدة ساعة على المنطقة اللي انت حابة تزيلي منها الشعر، هتكون نتائجه هايلة جدا. وبعد ما بتخلصي بقى ازاله الشعر بتشطفيه بالميه البارده، وبعدين بترطبي باي كريم مرطب. لو حدث اي احمرار او التهاب، هتعملي الماسك اللي قلت لك عليه، معلقه النشا ومعلقه ميه الورد، هتكون نتيجته هايله جدا. اتمنى طبعا لو عجبتكم وصفتي النهارده ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد من وصفاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.